ويتم اعتماد خطوات تطبيق القانون الآتية: الخطوة الأولى إيجاد الانحراف المعياري على مرحلتين. المرحلة ألف تنظيم جدول يتضمن ثلاثة أعمدة: العمود الأول فترات الانتظار، ونبدأ بأقل فترة وننتهي بأكبر فترة، ثم نجمع عدد فترات الانتظار ونضع دائرة على الفترة المتفق عليها، كأن تكون أربعة أسابيع بعد أن حولناها للأيام تصير 28 يوم. ال 28 يوم نضع عليها دائرة، وراح نتطرق بالتفصيل من ناخذ مثال. نأتي إلى الانحراف، أقل فترة كانت مثلاً 22 يوم، وفترة الانتظار المتفق عليها 28 يوم. 22 ناقص 28 يصير سالب 6، وهكذا لبقية الفترات الأخرى تطرح منها فترة الانتظار المتفق عليها. طبعاً النتائج قد تكون بالبداية بالسالب وبعدها بالموجب، وهذا المجموع ما نحتاجه. ننتقل إلى مربع الانحرافات. الانحراف اللي ظهر عندي هنا لأول فترة انتظار راح نحوله إلى مربع، وكل مربع موجب، والمربع هو حاصل ضرب الرقم في نفسه، ثم نجمع مربعات الانحرافات لأنه نحتاجها في الخطوة باء اللي ننتقل إليها الآن: إيجاد عين فتح الانحراف المعياري بالاعتماد على نتائج الجدول. عين فتحة يساوي تحت الجذر مجموع مربع الانحرافات مقسوم على عدد فترات الانتظار، أي العمود الثالث بعد ما خليناها تحت الجذر، العمود الثالث مقسوم على العمود الأول. الخطوة الثانية إيجاد معدل الاستهلاك اليومي، وهذا يعتمد أيضا على معطيات السؤال. إذا كان منطيك مباشرة معدل الاستهلاك اليومي نعتمده، إذا كان منطيني أسبوعي أقسم معدل الاستهلاك الأسبوعي على سبعة أيام، إذا كان منطيني شهري أقسم معدل الاستهلاك الشهري على 30 عدد أيام الشهر، إذا كان منطيني استهلاك سنوي أقسم السنوي على عدد أيام السنة 365 يوم. وأنتقل بعد ذلك إلى الخطوة 3 تطبيق القانون: طاء كاف يساوي عين فتحة اللي توصلنا له في الخطوة الأولى ومعدل الاستهلاك الثاني اللي حصلناه من الخطوة الثانية، راح يعطيني نتيجة الخزين الاحتياطي لمواجهة التذبذب في التوريد، وراح تكون الصورة واضحة أكثر عندما نأخذ مثالا على ذلك. نأخذ المثال الآتي من بيانات إحدى المنشآت: فترة الانتظار المتفق عليها أربعة أسابيع، معدل الاستهلاك الأسبوعي 70 كيلوغرام، أعلى فترة انتظار 32 يوم، أدنى فترة انتظار 20 يوم. فترات الانتظار للسنة الماضية اللي أخذنا منها أعلى فترة انتظار وأقل فترة انتظار تراوحت بين 20 يوماً و 32 يوماً، وعدتها 13. نبدأ بالحل باعتماد الخطوات الآتية: الخطوة الأولى إيجاد الانحراف المعياري، وذكرنا بأنه نعتمد خطوتين. الخطوة ألف تنظيم جدول، الجدول يتضمن ثلاثة أعمدة: فترات الانتظار والانحراف المعياري ومربع الانحرافات. نبدأ بفترات الانتظار، ذكرنا أنه ترتب تصاعديا، نبدأ بالعشرين وننتهي بالاثنين وثلاثين، ولو نلاحظ أنه مجموع عددها 13، نثبت عدد فترات الانتظار 13 ونضع دائرة على فترة الانتظار المتفق عليها اللي وردت بالسؤال اللي كانت أربعة أسابيع ونحولها تصير 28 يوم. هذه نستفيد منها في موضوعة الانحراف المعياري عندما ننتقل للعمود الثاني. العمود الثاني الانحراف يمكن إيجاده بأنه نأخذ العشرين أول فترة انتظار ونطرح منها 28 الفترة المتفق عليها، ف
فعشرين ناقص 28 يصير سالب 8. نجي للفترة الثانية، 21 ناقص 28 سالب 7، 22 ناقص 28 سالب 6، 23 ناقص 28 سالب 5، وهكذا تجري العملية الحسابية إلى آخر فترة، ولا نحتاج إلى مجموع الانحراف المعياري، هذا العمود لا نحتاج إلى جمعه. ننتقل إلى مربع الانحرافات. الحاصل اللي حصلنا عليه بالانحراف المعياري نقوم بتربيعه، نضربه في نفسه، والسالب منه يتحول إلى موجب، لأنه كل مربع موجب. فسالب 8 تصير 64، سالب 7، وهنا أذكركم بجدول الضرب نحتاج إلى حفظه، سالب 7 49، سالب 6 36، سالب 5 25 مربعها، سالب 4 16، وهكذا إلى أن ننتهي من جمع مربع الانحرافات ونحصل على مجموع 234. هذه النتائج نستفيد منها حتى نحصل على الانحراف المعياري باستخدام قانون الانحراف المعياري اللي راح نتناوله في النقطة باء من الحل. بعد أن أكملنا الجدول في النقطة ألف وحصلنا على نتائج، وأهم هذه النتائج عدد فترات الانتظار 13 ومجموع مربع الانحرافات 234، يمكننا الحصول على الانحراف المعياري عين فتحة من خلال القانون الآتي: عين فتحة يساوي تحت الجذر مجموع مربع الانحرافات مقسوم على عدد فترات الانتظار. أو نجي ناخذ الأرقام من الجدول: مجموع مربع الانحرافات 234 مقسومة على 13 عدد فترات الانتظار، وتساوي لنا تحت الجذر 18. وهنا أذكر الطالب أو الطالبة لا ترفع الجذر عندما يكون هناك كسر بسط ومقام، يرفع الجذر بعد أن نوصل إلى عدد صحيح، هذا العدد يرفع الجذر لنحصل على انحراف معياري باستخدام الحاسبة مقدار 4.2 بالعشرة. بعد ما حصلنا على الانحراف المعياري ننتقل إلى الخطوة الثانية في الحل، وهي إيجاد معدل الاستهلاك اليومي. لو عدنا إلى معطيات السؤال لوجدنا أن الاستهلاك كان استهلاكاً أسبوعياً، استهلاك الأسبوعي معدله 70 كيلوغرام، يقسم على عدد أيام الأسبوع حتى نحصل 70 تقسيم 7 يصير 10 كيلوغرام معدل الاستهلاك اليومي. بعد الخطوة الثانية تكون معطيات القانون قد توفرت، إذن الخطوة الثالثة طاء كاف اللي هو الخزين الاحتياطي لمواجهة التذبذب في التوريد يساوي عين فتحة في أي انحراف المعياري في معدل الاستهلاك اليومي، وعندنا الأرقام الانحراف المعياري 4.2 بالعشرة في 10 معدل الاستهلاك اليومي حتى نحصل على خزين احتياطي نواجه به فترة التذبذب في التوريد وهو 42 كيلو غرام. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتخرج إن شاء الله.